السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نعدلوا مع بعض واحد المورقه سهله مهله وبسيطه. كان نحتاج العجل المورق، كان سبق ليا وحضرته معكم. هنايا عندي الكفته، شحرت واحد البصله كبيره، ضفت ليها الكفته، ضفت لهم الملحه، البزار، التحميره، القرفه، القزبر المعدنوس المقطعين، والسكر. درت تقريبا واحد جوج مع الكبار تاع السكر. صافي خليتهم حتى تشحروا، خليتهم بردوا. دابا ان شاء الله ندوزوا مع الطريقه. كنطلقوا العجل المورق ديالنا دائما، وحنايا كنعاونوا بمايزينا، لانه مايزينا كتعطي واحد الورق غزال كيجي زوين مورق ومشمش. هنا خديت غير كميه صغيره تاع العجين المورق وطلقتها، الاخرى خليتها في الثلاجه حتى نكمل هذه الكميه باش ما ترخف لياش الزبده. صافي قطعتها على شكل مربعات كيف ما كتشوفوا، حاولوا اننا نقادوهم بهذه الطريقه. كنولي نقسمهم في الوسط، ديالنا كندير واحد الكميه واحد الطرف. اللي بغات ديرهم كبار ديرهم كبار، انا كنفضل حاجه تكون صغيره باش اللي كلا وحده يكملها ماشي يبقاو عندنا حيت بزاف. شحال من خطره كيبقاو لنا دوك الشياطه ديال البيتزا ولا ديال ليكيش ولا ديال شي حاجه بحال هكذا. انا كنفضل انني نديرهم صغار، هكذا كتكوني ضامنه بانه الواحد غادي يكملهم، واللي ماشي ماشي يقدر يزيد طبيعه الحال. صافي كنكمل بهذه الطريقه، شوف بحال هكا هكذا. كندهن الجوانب بصفر البيض، كندهنو هنا كامل الجوانب بصفر البيض، ندهنهم بصفر البيض على الطريقة. كامل الجوانب صافي، كنشدو هاد الطرف كنجيبوه هنايا باش يلصق. كناخذ واحد السكين وكنحاولوا اننا نديروا هذا الديكور هكذا باش يجي زوين هكذا. كنبقاو مكملين بهذه الطريقه كلها، حتى هنايا نحاولوا اننا نبركوا عليها باش تجي كامله صافي. دابا غادي ندهنها بصفر البيض مره اخرى هكذا. كنديرها في اللاطا، كندخلها الفران يكون مسخن قبل على 180 درجه ونخليها حتى تطيب. ها هي المرقه ديالنا بعد ما طابت، انتم شوفوا لاباط فيت تبارك الله كيف كتجي العجينه السحريه. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم وتعجبكم، والى وصفات اخرى ان شاء الله.